فهل هذه المسألة صحيحة عنهم؟ لا، المالكية لم يحكموا بنجاسة الكلب، يعني المالكية الكلب عندهم طاهر. أرى عجبا في الأعين. طيب أنا أحسب أن مذهبهم أرجح. يا سيدي أخي وضح. طيب المالكية خالفوا الجمهور ورأوا أن الكلب طاهر ليس بنجس، ومذهبهم أظهر. الجمهور يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح وفي الموطأ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. فيقول الجمهور عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، الطهور يكون من شيئين، من الحدث ومن النجس. الإناء يتصور من الحدث، فلم يبقى إلا النجس، معناه أنه لما ولغ الكلب فيه تنجس الإناء، فطهوره من ذلك النجس أن يغسله 7 مرات. هذا تقرير مذهب الجمهور. طيب المالكية يقولون لا، هذا السبر والتقسيم ناقص ناقص. الطهور يكون من النجس ويكون من الحدث ويكون من شيء ثالث لم تذكره يا جمهور. ما هذا الشيء الثالث؟ هو القذر. فقلنا الجمهور يا مالكية ما كيف هذا القذر؟ ما هذا؟ قلنا لهم عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فقال النبي مطهرة، هل الفم موضع نجاسة؟ لا، هل الفم يتأتى منه الحدث؟ ولكن يتأتى منه القذر. ها، فنحن نقول إذن هذا السبر ناقص، لا يمكن أن تستدلوا علينا بهذا الحصر. ثم وجدنا في 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 النقل ما يدل على مذهبنا، وهو مثلا قول ربنا: اليوم أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيب وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. هل اشترط ربنا أن نغسل تلك التي أمسكتها الجوارح علينا، يعني الكلاب المعلمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرت، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فكل. وما قال فارسل ثم كل، ولا؟ وهو يمسك بفمه بذاك الذي يلغ فيه به في الماء وقال كل. هذه الأولى. ثانيا ابن عمر كما في الصحيح يقول: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيء من ذلك. هذا البخاري. الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لماذا؟ أرأيتم لو كان نجسا كانوا يتركون الرش؟ هل تركوا صب الماء عندما بال الأعرابي؟ لكن الكلاب تقبل وتدبر. يقول قائل: لا لم يروها. يقول: كانت تقبل وتدبر، ما فعلت هذا مرة واحدة؟ لا، كانت تقبل وتدبر. والمسجد هذا موضع فيه الصفة، والصفة يأكل فيها الناس، يأكلون، لابد يبقى فتات كذا شيء تلحسه الكلاب بألسنتها. لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، معناه أنهم كانوا لا يرون نجاستها. ثم إن الحديث الذي يستدل به الجمهور على أنه الكلاب نجسة هذا يحمل في ثنايا الدليل على طهارتها. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسله 7 مرات، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله 7 مرات، ما معنى 7 مرات؟ أيهما يعني أنتم تقولون هو نجيس، أيهما أشد نجاسة، لعاب الكلب أم الغائط أكرمكم الله؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يغسل الغائط 7 مرات؟ المهم أن تزول النجاسة، فإذا زالت بثلاث مسحات اكتفي بذلك ولا لا؟ طيب كيف يقول في اللعاب 7 مرات؟ إذن القضية ليست نجسة، ولا سيما وقد وجدنا هذا السبع يتردد في أمور لم ندرك لها علة. لأنه إحنا نقول المالكية يقولون لا نغسله 7 مرات، فتقول الجمهور يقول أنتم تغسلون 7 مرات لماذا؟ للنجسة. نقول لا 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 ليس للنجسة. لماذا؟ لا ندري لماذا، لا ندري، عندنا تعبد هذا، العلة ما أدركناها. نعلم أنها ليست النجسة، ما هي؟ لا ندري، فنقول هذا الحكم تعبدي. قال ابن رشد: هذه العلة طبية. ابن رشد القرن السادس، العلة طبية. كيف يا ابن رشد؟ قال هذا العدد 7 يتكرر فيما هذا سبيله.
النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ على نفسه من سبع قرب كذا، سبع ورقة، السبع هذه دائما هذا تجدونها فيما شأنه طبي. فهذه كذلك لما جاء الآن هذا الطب وكشف الله لعباده منه ما كشف، قالوا في لعاب الكلب ميكروب أو جرثومة أو كذا لا يذهب إلا بغسله سبع مرات. من أعجب العجيب أن مرة أنا كنت لما كنت أدرس في الجامعة في الرباط قال يا الطلبة الآن العلم التجريبي دل على ضعف مذهب المالكية. وأن قلت كيف دل؟ قال لأن في لعاب الكلب جراثيم هي اللي كذا. قلت فما علاقة بين وجود الجراثيم والنجاسة؟ قال الله الشيخ الفلاني قال كذا. إيوا خليني من الشيخ الفلاني، مالك دخلت بيننا وكلت الصفعة على قفل. يعني تستدل أنت ما تعرفه جهل استدلال. طيب هذه الميكروبات تدل، والعلماء متفقون على أن ما ليس له نفس سائلة لا ينجس بالموت. هذا ماشي لا نفس، لا حتى الوجود لا توجد لولا تلك المخدرات ما كنا نراها، مفهوم؟ فهذا يدل لما قاله المالكية أنها علة غير معقولة في زمانهم، وتلمس ابن رشد لها علة فقط طبية.